انتقلنا لكم مستمعين الأفضل الفقرة الطبية صحتي رأسمالي مع الدكتور رشيد بن عمي أخصائي في الطب العام بمدينة سلا. وأسبوعنا خصصناه لمجموعة من الاحتياطات اللي خص أنهم يتخذوها مجموعة من مرضى الأمراض المزمنة للصيام قبل. وبالأمس كذلك تعرفنا على فوائد الصيام وكيفاش خص الناس يعتمدوا على التغذية ديالهم في رمضان. إذا مازال مستمرين على نفس المنوال مع الدكتور رشيد بن عمي. دكتور صباح الخير. صباح الخير، بارك الله فيك. جمعة مباركة دكتور رشيد. الله يبارك فيك علينا وعليكم وعلى كل المسلمين. شكرا جزيلا دكتور. إذا باقي اليوم غادي نستمروا في النصائح للصائمين. نعم اليوم غادي تكون حلقة يعني متميزة على الحلقات الأخرى. نعم غادي نحاول نسردوا كل ما قلناه في خلال الأسبوع باش الناس يستفدوا. يستفدوا طبعا. الكثير لأن الكثير كتمر عليه الحلقة ما كيستفدش. نعم ولكن اليوم كخلاصة غادي نعطي واحد الخلاصة شاملة لكل المواضيع اللي شفناها المواضيع اللي شفناها باش يستفد الإنسان مزيان. إذا فكيفاش الإنسان كيتواجه مع الصيام؟ ليس أننا كنبعدوه من الصيام ولكن خشية أن يؤثر الصيام على جسده وعلى مرضه وكيصبح في حالة صحية لا يحمد عقباها. مثلا الإنسان بعد مرحلة اللي يمكن نعالجوه ومن بعد يضع مرحلة ديال المضاعفات. إذا فهذا هو السبب الوحيد لكي يتمنعوا الناس اللي مرضى بالأمراض المزمنة باش ما يصوموش في شهر رمضان. وكاين الناس اللي كنبيحوا لهم كذلك الصيام ولكن تحت المراقبة الطبية. فما غاديش نرجعوا أن الإنسان شهر قبل وكذا خصو يدير. دابا شنو هما الناس اللي مثل اليوم ما يصوموا شيء؟ العزول الناس اللي ما يصوموش شكون هما؟ المصابين بداء السكري. الناس المصابين بداء السكري خاصة كما قلنا وهي فرضية، كل من يعالج بالأنسولين لا يصوم. نعم لأن ماشي أن الأنسولين ما غاديش تكمل ليه النهار أو ما غاديش تدوز ليه الصيام ديالو، لا، خشية باش ما تظهرش لنا خلل ديال التوازن ديال السكري داخل الجسد التي تقدر يتعرض بعض المرات للهيبوغليسيمي وكيهبط ليه السكر خصو يكون واكل. نعم ملي كيضرب الإبرة ويجلس واحد المدة طويلة ما كياكلش يمكن يهبط ليه السكر. يقدر يضرب البراء في الليل وكيبقى ياكل موراها يقدر يتراكم ليه السكر اكثر ومن بعد كتقدر عنده المضاعفات يقدر يوصل للكوما يقدر يوصل بزاف الاشياء. هذا علاش مول الانسولين ما كنبقاش نتحدثوا عليه باش يعرفوها الناس. كل من يعالج بالانسولين يبتعد عن الصيام. نعم اذا من عن كليا. بالنسبه للناس اللي عندهم الاقراص علاش غادي نمنعوهم من الصيام؟ المنعو الناس اللي كيكونوا وصلوا لواحد المرحله متقدمه في المرض. شنو هي المرحله المتقدمه؟ يعني ظهر عندهم مضاعفات. شنو المضاعفات اللي ظهرت؟ كاين المضاعفات اللي كنعرفوها هما لي ميكرو انجيوباتي، يعني العريقات الرقاق ديال الانسان اللي مصاب بالسكري كيتقاسوا. اذا تقاسوا دوك العريقات الرقاق شنو كيوقع للانسان؟ يصاب عنده عضوين اساسيين في الجسد ديالو. شكون هما؟ هما الكليتين والشبكه العين. نعم ان الانسان الى وصل كيعالج بالليزر على الشبكه العين ما باقصوش باقي صوم، لان غادي من بعد المضاعفات راه بدات للميكونجيوباتي ما غادي تزيد تكمل ليه وترجع ليه في مرحله اخرى. بالنسبه للانسان اللي تقاس ليه الكليه كذلك من الميكونجيوباتي اللي كنا هضرنا على ان الانسان ماشي غنقيسوا ليه غير السكر والخزان ونقول ليه سير بحال، ولكن كنقلبوا على الملحه في البوله بالدارجه، اي ان البروتينوري البروتينات في البوله. البروتينات في البوله الا كانوا سلكوا البوله ان الصفايا ديال الكلوى بدات تتعيا. يعني هذا الانسان هذا كنقول ليه بداو لي ميكروجيوباتي ديال الكلاوي كيتقاسوا ما غاديش تصوم وخصك تشرب الماء مع المراقبه والدواء ديال الطبيب. كاين لي ماكرو انجيوباتي. شنو هما لي ماكرو انجيوباتي؟ هما العروق الغلاظ. العروق الغلاظ كيتقاسوا. فين كاينين العروق الغلاظ؟ كاينين خاصه في الاطراف يعني السفلى في الرجلين. الانسان الى وصل ليه انه بطر واحد الصبع ولا بطر رجله ولا الساق ديالو الى اخره، هذا يعني انه البطر كان من جراء اصابه هذا العروق الغلاظ. يعني خصنا نمنعوا عليه الصيام. هذا عنده مضاعفات داخليه في العروق ديال الدم ديالو ويقدر يصوم وترجع عنده مضاعفات داخل القلب والشرايين ديالو. هذا كنمنعوه من الصيام لانه وصل لمرحله متقدمه في مرض السكري، لذا فيمنع عليه الصيام عن كليا. كاين النوع الاخر اللي كنمنعوه في الاول او اننا كنعيطوا ليه شهر قبل باش يقاد السكر ديالو، هما الناس اللي كنلقاو عندهم ما كاينش مضاعفات ولكن عندهم مستوى السكر وتوازن السكر غير متزن، ما بقادش طالع بزاف السكر فوق من 2 غرام زياده حتى 3 غرام، وكنلقاو عنده خزان 9 حتى 10 حتى 11. هذاك خصو من قبل الصيام بشهر هذاك الانسان كناخذوه ونعاونوه وكنبدلوا ليه الدواء ونفهموا ليه الريجيم ديالو والحركات الرياضيه اللي يدير
واذا تبين ان من خلال ذاك الشهر ان التوازن عنده السكر ديالو يمكن لنا نبيحوا ليه الصيام يعني مع مراقبه، ولكن الى ما تزاد ليش هنا كتكون اشياء اخرى يعني غادي يمر الانسولين وديك الساعه الانسان تيرجع منوع عليه الصيام منعا كليا. نعم هذا مع اننا نتناخذوا الاحتياطات دائما، خصنا دائما نديروا نيميراسيون فورميسيون باش نقلبوا على الانسان كيفاش المناعه ديالو باقيه خدامه لان مصاب بالسكري، وكذلك كنقلبوا ليه على فقر الدم، هل هو عنده فقر الدم من اجراء الريجيم اللي كيدير اللي هو ريجيم غير معتدل من الناحيه الطبيه، ولا انه عنده الكلاوي بداو تيتقاسوا وديك البروتين في البوله بداو تيبانوا الملحه في البوله. من الاحسن الناس ما بقاش يقولوا الملحه، بقا يقولوا بروتينات في البوله باش يفهموا هذا الامر هذا. كذلك الى مشينا للتصفيه ديال الكلى لقينا اليوريكرياتينين طالعين، هذا غادي يدخل مع الشق ديال الكليتين واصابه الكليتين ما غاديش يصوم. بالنسبه للمراه الحامل كثير من النساء الحوامل ما تيفهموش بان الشرع سهل عليها وقال لها غير فطري، انها الا كنتي كتحسي غير بالعياء فطري، ولكن من الناحيه الطبيه احنا غادي نضيفوا لها اشياء اخرى باش تفهم علاش. ان المراه في بدايه الحمل يكون عندها قيء كثير، يعني كتفقد السوائل العفو كتفقد السوائل وكتفقد الاملاح المعدنيه من الذات ديالها، ولا ضفنا لها الصيام ان المراه كتفقد ذاك المواد ديالها وما شرباتش النهار كله كتوقع في مرحله التجفف، كتجفف لها الذات ديالها وبالتالي تصاب كذلك بفقدان الاملاح خاصه الحديد وكيجي فقر الدم. وكنعرفوا بان المراه الحامل كيجي فقر الدم غير من جراء الحمل، فكيفاش الا زدنا لها انها غادي تصوم؟ هذه من الناحيه الاولى انها تفطر، اذا يخشى عليها ان تصاب دونك غادي تفطر. المراه المرضعه معنى المرضعه علاش اللي غترضع غادي تفطر. نعم كنعرفوا بان الحليب فيه سوائل، فيه ماء، فيه معادن، فيه بروتينات، فيه مواد غذائيه اللي كتفرز من جسم المراه من المأكولات اللي كتاكل المرأة. وهذه غتعطيها للولد ديالها، وإذا فهي خصها تعوض داك الشيء بالأكل ديالها اليومي وبالماء اليومي اللي كتشرب. إلا بقات ترضع ولدها بزاف ديال المرات في النهار يعني أنها غادي تجفف وغادي تعيا، وما غاديش تبقى هذيك المرأة في البيت ديالها كتقوم بالمهام ديالها كأم وفي المطبخ ديالها، يعني تبقى مستلقات في الفراش. إذا هذا ماشي هو الغرض ديال الصيام، غرض الصيام هو الطاعة كما قلنا اللي هي دينية، وأن الرفع بالروح ديال الإنسان واحد المعنويات أخرى. نعم. بالنسبة كذلك لهاد المرأة اللي كتكون كترضع تبديها فهي فقر الدم من جراء أن الطفل تياخذ عندها الحديد من الرضاعة ديالها وكتنقصها وكتجي فقر الدم. نعم دكتور، سؤال بالنسبة للسيدة الحامل، واحد السيدة بعثتني رسالة ديالها كان البارح أول نهار صمت بغات تجرب كيف ما قالت لها الدكتوره ممكن انها تجرب، ولكن لقات لا طونسيون هبطت ليها وصلت ل 8.5. هذا غير المعطى الاولي. نعم. اما اذا كانت فحصاتها الطبيبه اللي كانت مستاقه غتلقى ضربات القلب، نبضات القلب غتكون تهي. نعم غتلقى بان بدات عندها العياء داخل الجسد ديالها، وكون جيو نعبروا لها ليميراسيون فورميسيون ديال نشوفوا لها ديدراتاسيون ديال يعني النشوفيه ديال الجلد ديالها. غادي نلقاو ان هذيك المراه بدات تدخل في النشوفيه من الاول. المراه الحامل ما تنساش راه ترى عندها البلاسونتا، عندها ذاك الغثاء اللي تيكون فيه الطفل هو عامر بالماء. نعم. راه خصو يكون فيه الماء وكيتجدد كل ثلاث ايام، كل يومين كيتبدل ذاك الماء كيتجدد، وفيه بزاف ديال المواد اللي هي كيستفد منها الطفل الجنين داخل الام، وهي خصها تجيب الماء باش يبقى ذاك الماء عندها محتفظ عليه. اذا فهذه ما خطات، ما خصهاش تجرب، ما خصهاش تدير الصيام. مرفوع عليها تشرعا. المرأة الحامل معروفة شرعا منذ الصغر، عرفنا بأن المرأة الحامل ما كتمكنلهاش الصوم، هذه احتفاظا عليها وعلى جنينها ومن بعد تترد. نعم. بالنسبة كذلك هضرنا على الربو والضيقة. الناس ديال الضيقة اللي قلنا عندهم الضيقة مصطحبة بالسعال أنه فيه ضيق التنفس وتيكحب بزاف، هذا راه منع عليه الصوم، خصو ياخذ الدواء ديالو باش تحيد ليه السعالة، لأن السعالة غادي تزيد تعطيه مضاعفات داخل الصدر ديالو وداخل الرئتين. اي وغادي يقدر يتسع عليه العروق ديال الرئتين كنلقاو لا ديلاتاسيون برونشيك، وتزيد تتفاقم عليه المشكل ديال الضيقه. اذا هذا ممنوع عليه يصوم حتى يبرى مره، ما تبقاش السعال مصطحب. واذا كان عنده السعال مصطحب دائما وصل المضاعفات ان الريه ديالو بدات تتكمش وعنده لي فيبروز الى اخره، هذاك ما تنبقاوش نخليه يصوم نهائيا، ممنوع عليه منعا كليا مع الدواء اليومي. فين السيد اللي كيكون عنده او السيده او الطفل اللي تيكون عنده الربو ديالو يعني تعطيه نوبات او اختناقات بسيطه، هذا كيكون صايم وكيدير البخاخ، يعني الرابوز اللي كنقولوا ليه بالدارجه، علما من ان الرابوز اللي كيدار معروفين يعني كل طبيب عارف الانواع اللي هو نوع كيتسمى غاز، هذا الغاز لا يسمى ماده اذا فلا يفطر،
اما الماده فهي تصبر. كاع اللي كتجبدها وكتبقى بحال غبره وكتعطيك الذوق في اللسان ديالك فهي ليست بغاز، اذا فهي لا تستعملها اثناء الصيام، تعمل الغاز الذي يستنشق كهواء وكيستافد تيفيدك في النوبه ديال الثقه، وكيرجع الانسان الصدر ديالو مرتفع. الامراض النفسيه يعني اللي هو عنده مرض نفسي اللي تيكون يعني كيشرف عليه هي العائله ديالو ما يصوموش. يعني كل من يشكو من الامراض العقليه اللي كيقولوا خاصو يفطر يشرب الدواء ديالو خلال اليوم وخلال الليل، لان عنده الدواء تيكون مختلف. بالنسبه للناس اللي كيشكيو كذلك كما قلنا من ديبريسيون يعني الاكتئاب، هذوك تياخذوا الدواء ديالهم خلال الليل وكيرتاحوا، وكاين اللي كنعطيو خلال النهار غادي ياخذوا في السحور وتيكون مرتاح مع مراقبه الطبيب ديالو والبسيكولوج ديالو. مرض السل هذا كي الناس ما تيعطوش قيمه كما قلنا، تقول لك انا فيا غير وسخ الصدر كنشرب غير الدواء وقت ما شربتو، لا، الدواء ديالك كتاخذه في وقته، ما خصكش تحيد الدواء ديالك في الوقت ديالو، وثانيا خصك تاكل مزيان باش الدواء يخدم ليك مزيان في الذات ديالك. قد ما كانوا عندك البروتينات داخل الجسد ديالك والاملاح المعدنيه والسوائل داخل الجسد ديالك، قد ما الدواء تيخدم قد ما كتبرى وكتكون عندك مقاومه اللي كتخلق عندك ضد الجرثومه اللي كتعطينا هاد الباسيل دو كوك اللي كتعطيك هاد المشكل ديال السم. بالنسبه للناس اللي كيداويو على السرطان، يعني مجمع الاطباء قالوا بان كل اللي كيداوي على السرطان منع من الصيام. نعم. يكون هو ظاهرا تيبان لك غليظ وصحيح وكذا، ولكن داخليا المناعه ديالو كلها غادي تكون قليله. نعم. تستغرق قليله. بالنسبه للانسان اللي كيشكي من الضغط الدموي، ما عليهم، راه اللي عنده التونسيون واللي كياخذ دواء واحد ومستوى التونسيون ديالو مزيان وما عندوش مضاعفات في القلب وما عندوش مشاكل اخرى، هذاك تيصومو الطبيب ديالو وكيبقى يراقبو كيشوف كيفاش المستوى كيمشي، وكيكون عنده نوع واحد من الدواء. إذا كان عنده كثير من الانواع ديال الادويه كياخذها، ممنوع عليه باش يصوم، ياخذ الادويه في وقتها، لان كل دواء دواء الا وعنده واحد الفتره ديالو فين كيمكن ليه يعمل في الجسد ديال الانسان وكيكون وتفاعل وكيحتفظ ليه، ماشي غير كيحامي ضد التونسيون وكيحمي ضد التونسيون، ولكن كيحمي ليه الاعضاء الاخرى اللي يمكن ليها تصاب من جراء ارتفاع الضغط الدموي كالقلب والعروق ديالو والاصابه ديال العينين، الاصابه ديال الانسان اللي كيتصاب كذلك بالشلل النصفي، كاع داك الشيء كيحتفظ عليه ذاك الدواء اللي كياخذ الانسان. بالنسبه للانسان اللي عنده الضغط الدموي واصيب بالشلل النصفي وياخذ دواء واحد من ما اصيب به من قبل، هذا ما تنخليهوش يصوم لانه سيصاب كذلك بشلل نصفي من بعد اخرى. الكليتين هذو هما المهمين وما كيعطيهمش كذلك قيمه. اللي لقى عنده الطبيب الحجر في الكلوي ما خصوش يصوم. لماذا؟ لانك الا تجففتي النهار كله ما شربتيش الماء، هذاك الحجر اللي كيتصنع غادي يصنع لك باكثر، فيضاعف الصناعه ديالو كيكبر. اذا كانت عندك حجره صغيره قد العدسه في الاول ديال الايام، من بعد الشهر رمضان غتلقاها راسك قد الحمصه ولا كبرات. يعني هذا كنعطيك الاوصاف باش التوصيف باش يعرف الانسان بالعقل ديالو شحال. نعم. من ما هو عليه. نعم. بالنسبه للانسان اللي تيقول لك لا انا عندي غير التخت في الكلاوي ديالي، هذاك التخت راه تيتسمى حجر، وملي كدير التحليلات ديال البول وكتقلب على النوعيه ديال الحجر اللي كاين في الكلاوي راه كيتعاود يصنع ويراجع حجر في الكلي ويؤثر على الكليتين، ومن بعد الصيام غادي يرجع الانسان عنده اتلاف الكليتين. غادي نقلبوا البروتينيوري على القوات العاد، نقلبوا اليوريكرياتين على القوات العاد، اذا فخصو تصفيه الكليتين، هو ضيع الكليتين ديالو من جراء انه كان تيمنعهم من شرب الماء، ضروري باش يشرب الماء. هذه كانت وقعت المرضى اللي كانوا كيجيو عندي، وكان واحد تيجيو هذاك الحجر في الكلاوي وكيداويهم ليه كيلوح الحجر ولا كيهرسهم وكيمشي، ومن بعد الصيام كيجي كيصوم ديك اسبوع، ملي كيصوم اسبوع كيجينا لان عنده الدم في البول وعنده الام وعنده كذلك، علاش غادي يصوم ذاك الاسبوع؟ ما تيقش توقعات ليه ثلاثة د المرات هذا الانسان ما بقاش اقتنع. اذا حنا كنعطيكم الاقتناع من الاول المشاكل. نعم. هاد الملاحظات وهذا الشيء اللي كنقولوه غير باش الناس يوصل ذاك الوعي كما قلنا لاحتفاظ على اجسامه خشيه ان يصاب الجسم من جراء الاشياء اللي كنقوموا بها، وخاصة الصيام لأن مفروض علينا كلنا المسلمين أن نصوم، ولكن بعض المرات أن الرخصة كتوضع علينا وديك الرخصة تيخصنا نمتثل لها ونتبع النصائح ديال الأطباء، لأن العلم ما تيكذبش، علم غادي بواحد الوضوح وغادي كيصير بتصاعد والوتيرة تتصاعد وكتبقى تبين للناس كل الأشياء اللي كانت خفية من قبل، اليوم الحمد لله كل شيء بان، وأن الإنسان يعتقد أنه يطيع الله في الرخصة، راه كيطيع الله ماشي كيطيع الطبيب، الله اللي ولكن الطبيب ما كيوصلش يفطرك
عمدا لا، ولكن تفترك اعتمادا على المعطيات العلمية والبحوث العلمية واللقاءات بين العلماء وكل شيء كيتخلصوا هذه النتائج وكيعطيوها لنا، لأن ليس لنا حق بأن نفطر الناس ونصوموا الناس كما بغينا. نعم دكتور، تبارك الله عليك وشكرا لك على هذه النصائح القيمة اللي قدمتينا طيلة الأسبوع دكتور، وإن شاء الله نتلقاو بك الأسبوع بعد المقبل. دكتور رشيد بن عمي أخصائي في الطب العام مدينة سلا.